يعني انا في حاجات ما ينفعش اقولها قبل ما امامي يروح النادي الاهلي. لا يعني لا ليه؟ قول 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 برضه عشان نعرف جماهير الزمالك. قويه من كل اتجاهاتها، يعني مش محمد حافظ بس اللي زملكاوي، ده اخواته واولاد امام وعيله ما شاء الله كمان اعضاء عندنا في النادي من زمان جدا. وعيله لا ليها احترامها جوه النادي. ايه الحاجات اللي هي قبل ايه الحاجات اللي حصلت قبل انتقال امام للنادي الاهلي؟ يعني مش ما في حاجات انا ما بحبش العب بمشاعر الجماهير. لا مالهاش علاقه، هو الجمهور برضه عشان يعرف. اكيد كراجل زملكاوي اكيد كان يتمنى ان امام يبقى في الزمالك، ويعني ومش هنكذب على بعض، امام نفسه اكيد كان يتمنى ان يبقى في نادي الزمالك، ممكن الظروف ما خدمتش دوت. امام نفسه تمام، هو راجل بيجتهد في المكان اللي هو فيه، ودي حاجه برضه ما تعبش امام في حاجه، خلاص هو ده عصر الاحتراف. الراجل النهارده بيمثل النادي بتاعه، ممكن شويه يعاد ان ممكن جمهور الزمالك كان سبورت ليك بشكل قوي، وكان شايفين فيك حاجه مختلفه وحاجه مميزه، وكان مدينا الدعم قوي جدا. كان ممكن بس يبقى فيها في احترام شويه او مش عايز بس كلمه احترام عشان برضه كلمه كبيره شويه، تقدير شويه لجمهور الزمالك في بعض التفاصيل او بعض الشكل الاحتفال، حاجات معينه انت بتحصل ممكن تضايق الناس. ايه المشكله النهارده؟ خلاص انت رحت النادي الاهلي، كونجراتليشن ليك او يعني مبروك ليك، وان شاء الله هتبقى متوفى، انت لعيب كويس، محدش يقدر ينكر في مصر كلها ان امام عاشور من اميز اللعيبه اللي موجوده في مصر، ده واقع يعني، هو من اكثر الناس المؤثره الفتره اللي فاتت على الاهلي. طبعا اكيد طبعا. كنا نتمنى ان هو قبل ما يروح كنا في الفعل الماضي كنا نتمنى ان هو كان يبقى يكمل في نادي الزمالك، خلاص جود لك ليك في الحته بتاعتك، بس في نفس الوقت يعني كنتوا تتمنوا. دلوقتي ما فيش اي نوع من انواع التمنيات عند مجلس اداره نادي الزمالك ان في المستقبل يكون في محاوله لاعاده امام عاشور لنادي الزمالك؟ يعني خليني برضو اتابع سياسه الكابتن حسين. كابتن حسين ظهر في انترفيو من كذا يوم، في حاجات مش وقت ان احنا نتكلم فيها، او مش ما ما الكلام فيها لا هيضيف حاجه ولا هياثر في حاجه. تمام. فمش طيب. ما اظنش ان هو هيفيد بحاجه لا خالص النهارده. انا اتمنى ان امام يركز الفتره اللي جايه، راجل موجود في منتخب مصر، اتمنى له التوفيق مع المنتخب الفتره اللي جايه. وان شاء الله برضو نادي الزمالك عنده لعيبه كتيره كويسه. طبعا طبعا. أنا بالنسبه لي ممكن هو بشكل عام لا الزمالك ولا الاهلي بيقفوا على لاعب، ده امر مفروض طبيعي منه. طبعا طيب. يعني عايز برضو عايز منك تعليق يا استاذ محمد، لان برضو في سياق كلامك قلت ان امام كان عنده الرغبه انه يرجع على نادي الزمالك الاول. انا عارف ان الموضوع ده خلاص عدى عليه، لكن امبارح خلي بالك من حاجه، انا مش بقول كلام، هو امام فتره اللي كان فيها في الدنمارك ونزل مصر كان ساعتها كان عنده اصابه، اظن هو كان بيتاهل في نادي الزمالك، أيوة كان متواجد بشكل كبير يوم في نادي الزمالك الفتره دي. في المقابل امام امبارح استغل فرصه الفوز مع الاهلي بدوري ابطال افريقيا ونشر صوره ليه بتيشيرت الاهلي وهو صغير، عندك اي تعليق على الصوره دي؟ عندي تعليق واحد بس، ان هو في ناس كتير النهارده، وبرده ده انا ما بمنعش ده وملا خالص، هو راجل مش صغير وراجل النهارده لعيب دولي. بس خلينا مقتنعين النهارده ان في لعيب تاني من فتره كان في الزمالك بس شعار الزمالك، وبعديها بفتره نادي الاهلي وبقى شعار نادي الاهلي. فاحنا النهارده في وقت احتراف، صح. انت طبيعي النهارده جمهور الاهلي بيدعمك، فطبيعي ان انت ترد له دوت وتبين له ان انت عندك ولاء وانتماء للنادي بتاعك. تمام. دي حاجه تخصك انت. طيب. انا بالنسبه لي يخصني بس كده، راجل زملكاوي او راجل كان مسؤول في نادي الزمالك، اوكي، ان برضه نادي الزمالك كان ليه فضل عليك في حاجات كتيره جدا في الحياه، هو ساعدك في الظهور، ساعدك النهارده ان اسمك يزيد، قيمتك تعلى، كان طبيعي النهارده جمهور الزمالك هو السبب في كل دوت، كان طبيعي يبقى في حته تقديريه اكتر شويه، بس طيب. مش اكتر من كده في الموضوع ده. عندي سؤالين سريعا، برضه ده ما يمنعش ان انا بحترم كل الناس وبقدر كل أكيد. الناس أكيد. وبالتوفيق لي ان شاء الله. طيب.